الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أظهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى العنوان تاعه هو الانتحار. هذا الظاهرة الخطيرة يا إخواني الكرام اللي انتشرت في بلاد المسلمين بدون استثناء. وقبل ما نتكلموا عن الانتحار راح نذكروا أو أذكر لكم سببين رئيسيين من أسباب الانتحار. وشن هي الأسباب اللي تخلي الإنسان تصل به إلى نفسه إلى درجة أن يقتل نفسه؟ أسباب الانتحار يا إخواني الكرام كاين سببين رئيسيين. السبب الأول هو قلة الصبر، والسبب الثاني هو ضعف الإيمان. السبب الأول هو قلة الصبر. نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءته أمر أهمه، مشكلة، حاجة قلقاته في الدعوة، في أي شيء، في أصحابه، في أهله، فكان مباشرة صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. الطريق الأول باش تتحل به المشكلة وباش الإنسان يعرف وش يدير أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لماذا الصلاة يا إخواني الكرام؟ الصلاة لأن الصلاة فيها القرب من الله تبارك وتعالى، الصلاة فيها الخشوع، فيها الأنس بالله تبارك وتعالى، فاسجد واقترب كما قال رب العالمين. لماذا الصلاة؟ لأن الله تبارك وتعالى وصانا في كتابه العزيز فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على ذهاب هموم الدنيا ومصائب الدنيا بأمرين اثنين، الصبر والصلاة. فالإنسان المؤمن يا إخواني الكرام مهما كانت المصائب والمشاكل اللي توقع عليه هو مؤمن يتصرف معها بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا كما في الحديث الصحيح ما من عبد قط يصيبه هم أو غم أو حزن أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا في هذا الحديث العظيم، هذا راه بشارة لكل إنسان عنده مشاكل وعنده مصائب. ماشي الإنسان كيتعود عنده مصائب أو مشاكل يقتل نفسه أو يؤذي نفسه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أي واحد عنده هموم، عنده غم، عنده ديون، عنده مشاكل، فقير، ما عنده ضغوط اجتماعية، عنده مرض، زوجته مريضة، وليده مريض، مهما كان الحال يعرف أن هذا المرض، هذا المصيبة هي ابتلاء من الله عز وجل. حتى ولو كانت هذا المصيبة شوكة تقيس الإنسان ويصبر عليها، ربي عز وجل يجازيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الأول اللي خلى الناس ينتحروا هو قلة الصبر. ولذلك يا إخواني الكرام الشيطان ينتقل بالإنسان من السبب الأول اللي هو قلة الصبر. إذا كان الإنسان خلى الصلاة وخلى الصبر والاحتساب لله تبارك وتعالى، الشيطان ينتقل به إلى المرحلة الثانية وهي ضعف الإيمان، بحيث أن الشيطان يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الخدمة على الشيطان. تلقى إنسان، لماذا الإنسان تلقى يوصل درجة به أنه يقتل نفسه، يشرب حاجة مثلا اللي تقتله، والله يستعمل سكين أو يستعمل أي طريقة باش يقتل نفسه؟ لأن هذه المرحلة هذه استدرجه الشيطان. الشيطان اللي حبي تغلق عليه الباب يا أخي الكريم لازم تغلق عليه الباب من الأول، تغلق عليه الباب بالصبر وبالاحتساب لله تبارك وتعالى وبالصلاة كما أوصانا الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان خلى الباب للشيطان مفتوح، بحيث إذا جاته مشكلة
ما فزعش إلى الصلاة، كي جاته مشكلة وين يروح الإنسان؟ ربما يروح للقهوة يلقى واحد صاحبه، ربما ما يرشدوش مليح، ما ينصحوش مليح، يزيد يضيعه، ما يوريش طريق تاع الحق. إذا فالشيطان إذا كان تركت الصلاة وتركت الصبر يأخذك إلى الطريق الثاني، وهو يضعف لك الإيمان تاعك حتى يقنطك من رحمة ربي سبحانه وتعالى. فتلقى الإنسان هذا المنتحر يشعر وكأن الدنيا خلاصت، يشعر باللي الدنيا هذه ما بقاتش عندها قيمة باش يزيد يعيش فيها، كما نقولوا احنا يتغمضوا له عينيه. فماذا يصنع؟ فيعمد إلى نفسه فيزهقها ويقتلها والعياذ بالله رب العالمين. والشيطان يخليه ينسى كل شيء. يا إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا ناض الصبح من النوم يدعو بهذا الدعاء المبارك. أسمعوا وش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. لكن شوف كي يعودوا عندك المشاكل، الشيطان ينسيك في هذا الدعاء. الشيطان يولي يصور لك الدنيا في قلبك وفي وجهك، الدنيا مظلمة، ما عندكش مستقبل، ما كله زيد تعيش، خلاص يقنطك من رحمة الله. لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. يعني الإنسان احنا المؤمن لما ينوض الصبح ويلقى روحه مازال حي ومازال عايش يقول: الحمد لله يا رب، الحمد لله الذي رد إلي روحي. لأن الإنسان كي يرقد راه سما ميت، كما قال رب العالمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ترب العالمين مد في عمرك، لقيت روحك مازال عايش، تقول الحمد لله يا ربي. لماذا تقول الحمد لله؟ أذن لك في ذكره، أذن لك في طاعته، أذن لك في السجود بين يديه، أذن لك في عبادته. ربما هذا 24 ساعة اللي راح تزيد تعيشها تكون هي السبب في دخولك الجنة، تدير فيها حاجة، تدير فيها عمل صالح يقربك من الله، يرضى الله تبارك وتعالى بذلك العمل عليك، فتسعد في الدنيا وفي الآخرة، تموت على خاتمة حسنة وتدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن احنا نشوفوا، إذن نقارنوا بين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفرح ويقول الحمد لله يا ربي رد لي الروح التعبة نعبده، وبين إنسان تظلام الدنيا في وجهه فيقتل نفسه والعياذ بالله ويقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. يا إخواني الكرام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القائل: لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا وسئلنا بعده عن كل شيء. لو كان جاء الإنسان كي يموت يتحلل يولي تراب، ومن بعد ما كان لا حساب ولا عقاب ولا وقوف بين يدي الله ولا جنة ولا نار، الناس قاعد تقتل الروح. لو كان احنا راه عندنا إيمان وعندنا عقيدة باللي الغيب هذا حق، والوقوف بين يدي الله حق، والجنة حق، والنار حق، ورب العالمين يحاسبنا جميعا، فالإنسان لازم يكون عنده هذا الإيمان تاعه حاضر في كل وقت وفي كل حين. لو كان الواحد اللي يقتل روحه ما يحاسبوش ربي وما يعاقبوش، الناس كلها تقتل روح. اللي عنده ديون يقتل روحه، واللي خسر في التجارة تاعه يقتل روحه، واللي يظلمه كاش واحد يقتل روحه، والمرأة اللي يأذيها زوجها تقتل روحها، والطالب اللي ما يجيبش مليح في النقاط يقتل روحه. إذن تروح الحكمة تاع الوجود تاعنا من الحياة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان لازم تكون عنده عقيدة باللي الساعة اللي يموت راح يولي حياة أخرى، ويكون فيها سؤال ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أختم لكم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وهو في صحيح الترغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إذا راح يكون كاين سؤال يوم القيامة. شفتوا الضعف تاع الإيمان وين يوصل الإنسان يقتل روحه؟ لو كان جات عنده عقيدة ويقين باللي رب العالمين يحاسبه ويسأله ما يقتلش روحه. إذا هو يغيب عليه هذا الإيمان في تلك اللحظة بسبب تيئيس الشيطان له.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. مكاش اللي يتحرك من المكان تاعو في الوقت اللي نكونوا واقفين بين يدي الله باش يحاسبنا، مكاش اللي يتحرك من المكان تاعو ولا يتزحزح إنسان من مكانه حتى يسأله رب العالمين عن أربعة أشياء. من بين هذا الأربعة أشياء عن جسمه فيما أبلاه. ربي يسألك على هذا الجسم اللي أعطاه لك، هذا الجسم راه أمانة عندك موش نتاعك. كان تلقاه الإنسان يأذي نفسه بالسكين مثلا، تلقاه إنسان مثلا يشرب الدخان حتى يتأذى ويقطعوا له مثلا صباعه، يشرب الخمر حتى يستأصلوا له مثلا جزء من الجسم نتاعه، وتلقاه يعني يدير هذا الشيء بالإرادة نتاعه. فهذا الإنسان راه أذى هذا الجسم اللي رب العالمين استأمنه عليه وجعله وديعة عنده. فأنت لا تتزحزح قدماك من ذلك الموقف نتاع السؤال بين يدي الله عز وجل حتى يسألك. فإذا كان الإنسان هو اللي تسبب في الإيذاء نتاع النفس تاعو، إذن في ذلك الوقت يجاوب رب العالمين. فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا واعلموا أن الأمر جد وليس هزل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من كل سوء، وأن يقوي إيماننا، وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين لله رب العالمين. للحديث بقية أقول هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. الله